طبعا انا البارح حبيت اغير مودي، كنت في مسرحيه الفنان الجميل ابو دم خفيف اللي ما حد يقدر يكرهه، هو الفنان طارق العلي، حتى لو تختلف معاه ما تعرف تكرهه. كنت انا عنده في المسرح، حضرت مسرحيه تحت الصفر على نقابة العمال، طبعا مع نخبة من الفنانين، طبعا هو على رأسهم إلى جانب فنانة هي شعيبي وخالد العجيرب وسوسن الهارون ومجموعة. أمانة شفت يعني في وجوه جديدة قاعد يتبناهم طارق العلي، وهذا شيء مو جديد. يعني طارق العلي أساسا من بدايته كان يقف إلى جانب زملائه، يعني اللي كانوا بعمره، فتخيلوا الحين لما صار ستار شلون ما راح يوقف مع اللي يدورون فرصة. طارق العلي عنده هذا الجانب وايد مشرق. إلى جانب يعني أنا أمانة هو ضحكني، هو على المسرح قاعد يطقطق على الكاسور قاعد يغني. طبعا طارق من غير كاسور ما يقدر يدش اي مسرحيه، انا اعتقد هو يجهز الكواسير بعدين يسوي المسرحيه. فقاعد انا قاعد اول سطر، فقال لي مي، قال سمع الجمهور، قال مي عيدان باكر مطقوقين. هزيت له راسي قلت له إيه، بس انا كنت اضحك معاه نفس ما هو حب انه يشاغبني، بس انا اساسا ما شفت شيء يستحق الضرب، وانا ما اضرب انا اتكلم. وبالعكس طارق العلي من الشخصيات اللي انا وايد احبها، عنده رحمه على البشر، يا ريت البشر يكونون بنفس الرحمه عليه. يعني طارق شخصيه وايد جميله على الصعيد الانساني، قد نختلف او قد نتفق معه. طبعا طارق سوالفه المسرح لازم يقلبها قاعده ودقدقه وما شنو والحكي مخفف ايحاءات، مخفف ايحاءات، لكن في ايحاءات، بس الناس قاعد تضحك والناس مستانسه وتبون اقول لكم شيء. يعني عشان انا شفت الناس مدينه ملتزمه قاعده وقاعد طالع العرض، والعرض امانه ممتع الكوميديا. ترى على فكره بقول لكم شيء، ترى مرات الضحك من اجل الضحك مو خطا. لحظه، مو بالملايين طالعناه على شنو غير انه ضحك من اجل الضحك؟ تكفون، وشنو في اساسا بقول ملايين عشان غير الضحك؟ قاعد نكركر، ومو غلط في الوقت المزدحم اللي احنا قاعد نمر فيه وبالازمات. يعني ما احنا قاعدين قاعد نشوف ناس، قاعد نفتح التلفزيون قاعد نشوف ناس قاعد تموت، قاعد نشوف ياهال قاعد تندفن، دم لم الركبة، قاعدين كل يوم سوريا بتنطق ما راح تنطق، إيران بتطقنا بالكيماوي ولا نسافر ولا ما نسافر. مو غلط ترى الضحك، يعني واحد هم يعني إنسان صدره يضيج. أنا ترى على فكرة حتى أنا ترى مرات أشوف أعمال منتهى السخافة بس فيها نسبة الكوميديا عالية. حقي انا مخلوق بني ادم، من حقي اضحك، يعني شنو؟ وترى انا حتى على صعيد الحياه وايد احب اضحك، بس الناس ما ايش فيها؟ شكلها هي اللي تدور نكد. بس صراحه العمل جميل، يعني بس طبعا وانا الحكي قلته حق ابو محمد في العرض
قلت أنا شنو مسوي لك عبد العزيز صفر؟ يعني كونه كمخرج أبي أعرف شو مسوي، شو مسوي يعني؟ حركة، حركة الممثلين مبينة أنها مفتوحة، اللي يدش ويطلع واللي إضاءة قاعد أشوفها عادية. سوسن هارون قالت لي أماتن، قالت عبد العزيز اجتهد، لكن الجماعة مو قاعد يمشون على الإضاءة مالته، وقالوا لي هو فكرة المسرحية إن شوية فيها جزئية من الخيال، إن في أغسطس في الكويت تنزل الثلوج، يعني خيال، وتعال تخيل الوضع. بس أمانة أيضا سعود شويعي عشان لا أنسى أيضا قدم دور جميل، كان يعني عودة موفقة حق سعود شويعي في مسرح طارق العلي أمانة. خالد العجيرب كان جميل إلى بعد درجة، أنا أحب كوميديا خالد العجيرب، مع أن خالد على فكرة خالد العجيرب سألني في في الكواليس قال لي مي ما أشوفك تضحكين، قلت لا أنا قاعد أضحك، أنا قاعد أضحك، بس انت مو قاعد تطالعني، ولما تطالعني تلاقي انت الشيء اللي المفروض اللي انت تعتقد انه يضحكني ما مو هو اللي قاعد يضحكني، يضحكني شيء ثاني. يعني انا الصراحه انا وايد عجبني الحركه اللي سووها سوسن الهارون قاعد حاكي طارق العلي على المسرح، من ضمن المشهد كانت تقول له مدام مي العيدان هني أول شيء شنو قال له؟ شنو قالت له؟ قالت له شو اسم مرتك؟ تقول له مريم. تقول له مريم شنو؟ تقول له مريم حسين. تقول له مدام مي العيدان هني تكفى سوي مريم حسين لما تطيح. سواها طارق العلي بليونه الصراحة، يعني أمانة ضحكني، حسيت حافظها. حافظها الطيحة هذه مالته، حافظها هو طبعا الخليج كله حافظها. لو ضحكتني سوسن لما تقول له محمد عبده تزوجني، مو من ترك نفسه سبوت لعبت فيه الدياي. الانسان لما يسوي نفس يعني يسوي بنفسه كذي ما حلوم الناس شنو بتقول عنه. بس أمانة العرض كان جميل، وأنا أمانة ترى على فكرة أنا الدعوة يتلي من سوسن الهارون، ما يتلي من الدعوة من طارق، بس أكيد إحنا طارق نروح له من غير دعوة، يعني طارق أخونا عقولتهم، حتى ما نطق الباب لا ندرع. هو عمل جميل، بس أنا كنت ما شفت إن عبد العزيز صفر سوى شيء، وقد يجوز إنه سوى شيء لكن الجماعة ما التزموا فيه عشان أكون أمينة في هذا الشيء. بس انا انصح بعز صفر يا اما تشتغل في المسرح التجاري يا يكون لك بصمه نفس عندك، على الاقل لو 20% مما تركته من الاثر في مسرح الاكاديمي او في العروض مالت المهرجانات اللي انت نلت عنها جوائز. يعني الانسان هذا تم يعني مثل هذا العمل او غيرها من الاعمال ترى محطوطه في ارشيفك عبد العزيز صفر، ومن الناس طلعت تقول عادي ما في شيء مو صالحك انت ترى، بس يكون في ارشيفك ان انت اشتغلت عند طارق العلي فنان كبير، يعني كوميدي ستار عربي اليوم، ما عاد خليجي بحت، محسوب لك. خلنا شوي عشان ننشد وايد، لان الشد جاي 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 جاي. أحب